هلو، من اخر فيديو صورته مع اختي واللي هي مضيف طيران سافرت معاها لين سريلانكا في نفس الطياره وحاولت نزعجها. المهم لو حابين تشوفوا هالفيديو امشوا شوفوه على قناتي وبعد ارجعوا، بما انه هذا بشكون الجزء الثاني من هذاك الفيديو. كان المفروض اخر الفيديو نعم معها فقره اسئله، يعني اسئله وين يمشيوا بعد السفره، تفاصيل اسئلتكم الفضوليه. اما للاسف هذا اللي صار، هي حاليا مروحه للدار من سفره، فقلت علاش ليه ما نكملش الفيديو. وصلت للدار، هاجر مازالت مش جايه، مازالت ما وصلتش، يعني اما هي في الطريق وباش نفاجئها كالعاده يعني. اما هالمره لازم تقبل تجاوب على الاسئله. اخر مره شفت وش صار، قلت لها جاوب رقدت. هالمره سوري ما فيش اعذار، وحطيت لكم ستوري على الانستغرام فكل الاسئله اسئلتكم. اسمع ما نعرفش كنت تسمعوا اما نسمع فيها جايه. حضرت لها المايك باش عملها سربرايز. بيب محلو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل المايك نتاعك مدام باش نكملوا الجزء الثاني من اخر مره ما كملتش معي الاسئله. انا اسئله اوكي. اخر مره رقدت وخليتنا، هالمره باش نبدلك باسئله من الجمهور. فما سؤال جاك، كم تاخذي راتب؟ اوكي، ده مش بتجاوب على الاسئله القويه، فخلينا نبدلها بالاسئله المتكرره. اوكي، فما سؤال سالوه اكثر من واحده، هل أوكي. فما مضيفات متحجبات؟ مضيفات طيران محجبات فما في طيران السعوديه. في الاماريس لازمك تلبس هكا كيفي انا، كيما انا لابسه هكا سكيرت قصيره، شميز نص، شعر ماهوش مغطي، سو للاسف نو. انترستينغ، عادي تخدموا فتره الحمل؟ لا، ما نخدموش في فترة الحمل. الخدمة الوحيدة اللي تعطيك maternity leave من أول نهار تكتشف إنك حاملة. سؤال هذا يفهموه الناس اللي ديما تسافر. أوكي، علاش ديما مفهمش الدجاج؟ choices متاع الماكلة ديما 50-50، وأغلبية الناس تحب الدجاج ما يحبوش الحم، أما إحنا نحاولوا إنه يعني نعطيه الاختيارات اللي عنا. هل النقص في النظر عائق؟ النقص في النظر عادي، تنجم تلبس نظارات طبية، تنجم تلبس عدسات طبية، المهم تشوف بالواضح وانت لابسة النظارات. قداش من مرة تسافري في السنة وايش الصعوبات اللي تواجهك؟ في السنة ما نجمش نعطيك رقم، برشا نسافر. اسألني في الشهر مثلا، نسافر 5-7 مرات في الشهر، من 5 إلى 7 مرات، يعني احسبوا 5 في 12 شهر قداش يجيو. وعنا 30 يوم عطلة في السنة زادة، تنساش العوائق اللي نواجههم. مش عوائق، فمش صعوبات صراحة، بالعكس فمش صعوبات. بما انه ما حبيتيش تجاوبين على سؤال الراتب، فما سؤال يقرب له شوية. اوكي، قلت لك الحياة في دبي مش رخيصة. صحيح. هل السالري يكفيك؟ يكفي سالير، وعلى حسب انت شنو اللايف ستايل نتاعك. اذا انت يعني بتحب تعيش فانسي لايف ستايل، تشري براندات وكل شيء، اكيد مش باش يكفيك السالير، لازمك تمشي تخدم. اما الحياه كريمه طبيعيه، اما السالير يعني اوكي ديسنت، يعني كافي كافي يكفيك. فما سؤال تكرر بصفه غريبه من الاول استغربت وبعد فهمت، فخليني انا نجاوب عليه واحكي لي هل نظرتي صحه ولا لا. ديما يسالوا مثلا هل يتعرضوا للتحرش في الفلايت، ولا لو تعرضت للتحرش كيفاش تتصرف. من الاول استغربت علاش السؤال هذا بالذات، اما بعد فكرت قلت ممكن هذا من الافلام ولا من الفانتسيز ولا من الخيال، انه يعطيوا صوره نمطيه للوظيفه هذه، واللي هي مش صحيح، اللي هي مش حقيقيه. الوظيفه هذه نفسها نفس اي وظيفه اخرى، أي وظيفة. وخاصه الشركه اللي انا نخدم فيها ولا اي شركه طيران في الخليج، راهو الناس تحترم وعندهم قواعد، وانا الحمد لله على حتى التحرش معروفه منهم. يعني الحمد لله على طول ال9 سنين انا اللي فاتوا اللي خدمت فيهم، ما عمري ما تعرضت للتهرج. حاجه مش مضحك، هذا الموضوع جدي لو سمحتي. اوكي، انت كيفاش توري صورتك؟ يعني تنجم تخدم اي خدمه اي شغله اذا انت توري، يعني تكون هكا بطريقه مبتذله. لا هذا ما عندوش حتى دخل، المتحرشين هم غلطتهم. لا صوره لا بروفايل. السؤال اللي بعده، سؤال هذا والله يجلب انتباهي بما انه عمري ما فكرت فيها. قال لك كيفاش تتقسم الخدمه بين الكابن كرو كل طياره؟ هل عندكم كل واحد يعمل حاجه؟ اكيد، هو الكابن كرو خدمتنا احنا تيم وورك،
يعني احنا من البريفينغ قرروا كل واحد وين باش يخدم في اي زون، نقسموا الخدمه نقسموا تاسك ونفسه سال سؤال زيدا مهم. قال لك كل فلايت قداش تكون فيها من كابن كرو؟ من كابن كرو على حسب نوع الطياره. مثلا الطياره الكبيره بالكل اللي هي 38 اللي فيها طابقين هذيك نوصلوا 27 كابن كرو نخدموا فيها خطره كبيره برشا الطياره. وفما طياره نكونوا مثلا 10 11 12 مادامك قاعده تلبس. اوكي يا اخي فما مضيفين طيران رجال؟ فما مضيفين طيران رجال اكيد برشا. ياس وشنو الشعبة اللي لازم تقراها باش توظف؟ ما فهمش الشعبة البكالوريا، عندك نيفو بكالوريا. السؤال هذا كنت حاب نسألهولك، سافرت معك في سريلانكا اوكي قبل ما ترقد، لو مشيتوا البلد شحال تقريبا المدة اللي تبقاو ترجعوا ثاني؟ يعني لو سافرتوا كم تكونوا في البلاد اللي مسافرين له؟ على حسب البعض متاع البلاد، نقعدوا 24 ساعة، ساعات نهارين، ساعات نمشوا نرجعوا في نفس الطيارة. إذا تكون سفرة قصيرة مثلا نمشوا للكويت، بحرين، وإذا رحلة طويلة نقعدوا 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، على حسب. وبما أنه نحكيوا على الرحلات، كيف تمشيوا الأوتيل؟ هل أنتم تخلصوا؟ نو لا ما نخلصوش الاوتيل وحتى الالاونس، يعني يعطونا مصروف في الاوتيل باش نصرفوا بيه باش ناكلوا باش نشربوا بيه. وهل لازم فيزا انكم تمشوا للبلد اللي مسافرين له؟ البلد الوحيده اللي نستحقوا نعملوا لها فيزا خاصه واللي هي زاده تتسمى فيزا نتاع كرو هي امريكا. والله البلدان الكل عادي ندخلوا من غير فيزا، حتى يورو حتى اوروبا. انت ما عندك شنغن؟ عادي ندخل من غير فيزا، خاطر انا ندخل بالاي دي بتاع الخدمه مش بالباسبور نتاعي. هل مضيفات الطيران لو فاتتهم الطيارة ديما فما كرو يبدأوا ستاند باي، يعني في حالة واحد تأخر واحد مرض؟ قالك ايش هي الرتب الموجودة للمضيفين؟ يعني فما ترقيات؟ اكيد ديما فما ترقيات، من اول ما تبدأ تخدم ايكونومي، بعد تمشي بزنس كلاس، بعد فيرست كلاس، بعد تولي سوبرفايزر، بعد تولي بيرسر، وتنجم زيادة تترقى انك تخدم في الاوفيس مانجر. ديما فما ترقيات، ديما فما يعني فرص انك تترقى. على ذكر البزنس كلاس، واحد قال لك فما مرة تعرضت للاحتقار من البزنس كلاس. هو تعرض للاحتقار البزنس كلاس؟ لا انت تعرضت للاحتقار، فهمتش؟ يعني يمكن اذا هو حاول يمشي يقعد في البزنس كلاس ولا طلب حاجه من البزنس كلاس ورجعوه. اكيد لازم اي واحد يقعد في الكابن يعني اللي هو أوكي. حاجز فيها. بعد نزول الركاب اشني هي مهمتكم؟ نحبكم الجزائر. هاي ساره. به اول حاجه انه احنا نلموا اللي في الكابن الكل، بلانكيت هيدسيت، ونعملوا سيكيورتي تشيك بتاعنا اذا حد من الركاب نسى حاجه، وبعد نهبطوا. وبما انه انت سنجل اوكي، هل في صعوبة للمضيفة المضيفة الطيران المتزوجة لو كنت متزوجة؟ اوكي يمكن صعيبة انه انا نوفق بين زوجي ولا اذا عندي اولاد بين اولادي، بما انه احنا على طول بعاد ونسافروا ونقعدوا بالايامات بعاد. فما ناس تحب الفكرة هذه انه يبعدوا شوية ياخذوا يعني الديستنس نتاعها، وفما يعني برشا متزوجين يخدموا بالضبط. هو اصلا فما سؤال ثاني ضيعته انه هل اصلا ممكن تكون مضيفة ومتزوجة يسمحوا لكم؟ عادي تنجم تتزوج، تنجم تجيب صغار، عادي يعني كيما الناس الكل. هذا اللي لازم تجاوبيه بصراحة. هل نهار ندمتي وقلتي علاش خدمت هذه الخدمة؟ الصراحة لا، ما عمري ما ندمت لي أنا اخترت الخدمة هذه، ما عمري ما ندمت على القرار. الله يكثر خيره ودابا بحالي. واللي يحب الخدمة هذه يعني أنا عندي قريب تو باش نعمل 10 سنين، إذا أنا ندمت كنت راني لوجت على خدمة أخرى، شفت حاجة أخرى. خاطر فما شكون قال لك لو باكي ما كانتش انفلونسر هل تنصحيها تكون مضيف طيران؟ اي علاش ليه؟ المفروض تقول ليه بما انه تعرفني انا ما نحبهاش الوظيفه هذه. هي الخدمه باهيه خاطر انت تحب السفر اول حاجه يعني. انا ما نحبش نكون مضيفه. يمكن تعجبك بعض ما تعرفش. شوفوا انا متاكده انه فما ناس نفسي، اكتبوا لنا في الكومنتس لو انتم نفسي. انا كيف نسافر نتعب نكره روحي، تخيلوا انا قاعده على الكرسي وراقده، تخيلوا عندي مهام وسكيورتي وا وا وا. اي تتعب خاطر انت ما عندك ما تعمل، اما كي تبدا مشغوله وتخدم وكله. هزا انت تحب خدمتك انا لا. اوكي اللي بعده. اهلكم انتم ما عندهم مشكله بعملك؟ لا عادي بالعكس، اهلي يحبوا الخدمه هذه بالعكس جيب لنا ديسكاونت في السفر. اي ويسافروا ديسكاونت فري تيكت ونو فري. ما عندهمش تيكت مش فري. ما عندهمش مشكله. هل عادي تدخلوا قمره القياده اللي هي الكوكبيت؟ اي عادي ندخلوا قمرة القيادة للكوكبيت. على فكرة احنا اللي نعملوا سيرفيس زادة للكابتن في الطيارة. يعني انتم تعطيوها وجبة؟ اي اذا يحب هو ياكل نعطوه الوجبة متاعه، اذا يحب يشرب حاجة. ملا يعني حضرته حضر جنابه ويسافر ويسوق في الطيارة ما لازمش يجيب ماكلته؟ عنده خدمة، هو ممنوع يخرج من الكوكبيت متاعه. وعندنا زادة مهمة انه احنا كل 30 دقيقة لازم نطمنوا على الكابتن ونشوفوه اذا هو اوكي. Are you okay, Captain؟
تو احنا باش نفترضوا فرضا السفرة طويلة، هل وظيفات الطيران عندهم الحق ياخذوا قيلولة؟ به اذا رحلة طويلة اكيد لازم ناخذوا راحة، اللي هي حاجة هذه ليجل. اذا رحلة طويلة مثلا فوق العشرة ساعات نرتاحوا عنا الفروشات نتاعنا. اذا رحلة اقل من عشرة ساعات يمكن ناخذوا بريك ساعة ساعة ونص ماكسيموم. لحظة سمعتوا حاجة قالتها هذه حكيت عليها في اول فيديو اللي نسيت شنو هي؟ قالت نمشيو لغرفنا الفوق تتسمى كرو ريست كومبارتمنت. عندهم غرف يا جماعة، طول عمري نسافر كل ما ندخل طيارة نحاول نعرف من وين الباب. مش تعرفها، هو الباب نتاعها كأنه حيط اما فيه هكا كود لازم انت تحطه باش يتحل الباب هذا. حكينا فيه قلت لك اعطيني الكود ما عطيتنيش الكود الى يومنا هذا. ممنوع سر المهنه. هل مره اعترف لك احد الركاب باعجابه بك لانك تبارك الله شابه بزاف نبغيكم حتى احنا ياسمين؟ هل مره جاي واحد بصراحه كتير قوي. فما سؤال عجبني الناس اللي ما تعرفش انه انا هاجر ما هيش اختي الكبيره، انا عندي اخت اكبر من هاجر. وقالت لك اختي الكبيره شو بتشتغل؟ وظيفه طيران. يا جماعه اما في شركه اخرى، زوز اخواتي وظيفه طيران اما في شركات مختلفين. انا الاخت الثانيه وهي ديما تظهر معي بما انه هي في دبي، اخت ثانيه في عمان. ان شاء الله لو جات فرصه نصور معها نفس الفكره واي نوت. فما صراحه فما اسئله مش منطقيه، مثلا كان تصير جريمه وين يحبسوا المجرم في الطياره؟ مش نحبسوا احنا ذي باش نحكي عليها اول مره. فما مرحله السؤال فيه فكره. اوكي احنا متدربين كسيكوريتي. اوف 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 ديما نعاودها. اوكي 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 خلينا نعمل لها تيست. اوكي اوكي انا مجرم. انت مضيفة. التدريب اللي يعملوه لنا تدريب نتاع سيكوريتي، يعملوا لنا تدريب انه كيفاش نعملوا ريسترين للشخص هذا. شو يعني ريسترين؟ يعني ريسترين يعني لا ريسترين هو انه نكبلوه، يدربونا كيفاش نشدوا يعني نشدوا. اوكي لحظه لحظه انا ملول ما كنت مستهتره، خلينا نعمل تيست ثاني حقيقي. اوكي انا مجرمه. نفرضوا انك انت تيك تو انت يا مضيفه سخاني في روحك مضيفه. اول حاجه احنا تيم وورك هكا ولا دونك اذا هو باش يتعدى عليا فما واحد باش يجي من تالي. انا مثلا مش لهي نقول له شبيك فما باش يجي واحد من تالي باش يعمل له هكا. اوكي 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 يا جماعه كبلتني كما الدجاجه. مازلت مديتها والله هذا التدريب باهي تعبت. ما في باليش الفيديو هذا باش يوصل المجرى اخر باش ياخذ منحنيات ثانيه. اما بعض الطريحة اللي كليتها لازم يفهمني. لو مازالوا عندكم اسئلة اخرى ممكن نكونوا جايبنا عليهم في اول فيديو. اسمعوا حاسة باش تكون عندي سلسلة مضيفي الطيارات بما انه اخواتي الاثنين مضيفي الطيران ونجم نعمل معهم برشا افكار اخرى. فاكتبوا لي في الكومنتس لو حابين مثلا تعمل لي ميك اب لوك افكار ثانية وشجعوها باش تعمل يوتيوب شانل. هل باش تعمل يوتيوب شانل؟ نعمل يوتيوب عندي سنين وانا نخمم نعمل يوتيوب شانل. المشكلة اللي ما عنديش وقت ولازمني اديتينغ ولازمني كل شيء وبلقيس ما تحبش تعمل لي اديتينغ، هي مشغوله اكثر مني. اوكي المهم تابعوا محتواها، هي تحط في فيديوهات على المضيفين الطيران في التيك توك وعلى الانستغرام، واهم شيء كالعاده تنسوا تخلونا لايك لو حابين تشوفوا فيديوهات اكثر. باي. تحب ثلج على راسي بس ضربتك على راسك.